ICT 21 June paper 13 complete exam soon. أول سؤال بيقول لك إيه؟ take whether the following statements refer to backing storage اللي هو الهارد ديسك بقى بأنواعه RAM random access memory ولا ROM اللي هي read only memory. طيب this is temporary storage used for the application being executed. طيب ما هو البروجرام while running ما هو بيبقى في الرام يبقى application being executed اختار لي من هنا RAM. This is volatile memory اختار لي برضو RAM هتحط لي هنا RAM. An example of this storage is SSD. لا ال SSD بقى ده نوع من انواع الهارد ديسك فهتختار من هنا backing storage. This stores the startup instruction of the computer. الROM read only memory stores the startup instructions of the computer. تعالى كده نبص ادي المارك سكيم قدامنا اهو. تمام؟ طيب. يبقى هو بيبدأ الأول معايا بأسئلة حلوة وجميلة وسهلة. إن شاء الله يفضل سهل لغاية آخر الامتحان. بعد كده سيركل تو جوبز، ما احنا مذاكرين في تشابتر 5 اللي هو الكمبيوتر عمل أن إمبلويمنت، في شوية شغلانات قلت وفي شوية شغلانات زادت. طيب سيركل تو بيكوز أوف ذا يوز أوف كمبيوتر. سيركل تو جوبز وير ذير هاز بين أن إنكريز. يبقى الموظفين فيهم زاد. In employment as direct results of the introduction of computers. طيب ايه بقى اللي الشغلانات اللي زادت؟ Delivery drivers for retail stores زادت بسبب الكمبيوتر. ماشي؟ ليه؟ لأن الناس كلها بتشتري أونلاين فبعوز delivery driver. وإيه تاني؟ Web designers زادت بسبب الكمبيوتر. لأن كل الناس دلوقتي بتبيع أونلاين وكل واحد عايز يبقى عنده ويب سايت. تعالى كده نبص على المارك سكيم اهو. Delivery drivers for real stores وويب ديزاينرز الاثنين زاد. طيب بعد كده. A mobile phone is used for communications either for making phone calls or text messaging. ماشي انت الموبايل بتعمل بيه فون كول وبتعمل بيه اس ام اس. طيب عايزين ايه بقى تاني؟ ده مدخلني في قصه كبيره. Somebody is planning an expedition to the Southern Alps in New Zealand. إيه الحوار ده كله؟ There is often a limited mobile phone signal. يعني هو دلوقتي في مكان السيجنال بتاعة الموبايل قليلة ضعيفة فلما هيجي يتكلم الصوت بيقطع والناس مش هتبقى فاهماها ويقعد يقول له أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ ماشي. He has set his phone so that there is an emergency. In an emergency ده دخلني في كمان emergency حاضر he can communicate with the rescue team using text message يبقى أنا عندي دلوقتي emergency وعندي كمان مكان السيجنال فيه قليلة تمام وهيبعت بدل phone call في الemergency هيعمل SMS طب هو عايز مني إيه rather than a phone call يبقى في الemergency وفي مكان سيجنال قليله هيبعت اس ام اس بدل فون كول. تو ادفانتج اوف يوزنج تكست مسج ان ذيس واي. بص بقى الكلام ده ما بيبقاش مكتوب في كتب ولا نوتس. اصل السيناريو ده انا هجيب ايه؟ مش هكتبه هو اصل عايزك تفكر. دلوقتي انت في مكان السيجنال فيه قليله. ايه ميزه الاس ام اس راذر ذان الفون كول؟ الاس ام اس بتتبعت لو كانت السيجنال قليله ولما توصل وتتبعت بتتقرا كويس تمام طيب وخلاص يبقى كده ده افضل وحكايه ايمرجنسي دي تعال اقول لك بقى هو في المارك سكيم كاتب ايه على موضوع الايمرجنسي لازم برضه هو عليها درجتين حكايه ان الاس ام اس بتتبعت وهتتقرا better when there is limited signal than voice call والتانية بقى هقول لك عليه. أهو limited signal can result in break of voice. A text message is quicker to send. ده القصة دي تجيب لك الدرجتين كمان.
يبقى ليميتد سيجنال سترينث كان ريزلت ان بريك اوف فويس، ما انت على طول بتستخدمه الموبايل. تمام، اتكس مسج از كويكر تو سند، ماشي كده الدرجتين. طب حكايه الامرجنسي، والله هو كاتب شويه كلام عجيب كده ان هو هي استايرد في الامرجنسي، هيبقى تايرد ما هو في جبال القلب ماشي، وهيكتب المسج ايزير ذان توك ماشي، يبقى دي كده بس من ان هو ان امرجنسي. التكست مسج از سنت ايفن ذو ذا سندرز فون از ان ليميتد سترينث، ولان الليميتد سترينث والريزلت ان بريك اوف فويس، والتكست مسج از كويكر تو سنت. يبقى ادي هو ايه، ادي الاس ام اس، ما اظنش انها ليها معنى تتكتب في نوتس، اهو بيجيب لك اصلها السيتويشن كده وسيناريو، فلازم انت تبقى عارف الدنيا عامل ازاي. طيب بعد كده take whether the following descriptions of analysis system refer to interviews، احنا مذاكرين chapter 7 اللي هو system analysis and design، اول حته فيه اللي هو observation و interviews و questionnaires و examination of documents، مهم اربعه بس هو جايب لك دلوقتي interview و observation و questionnaires. طيب تعالى بقى نشوف which is which. These methods give a more reliable overview of the whole system. Overview of the whole system يبقى انا عايز observation. تمام؟ طيب this is more time consuming، يبقى انا عايز interviews. بياخد وقت طويل جدا interviews و appointments وعبال ما يتكلم مع كل واحد شوية. طيب questions on this method cannot be expanded. هو دي كده questionnaire، لأنها أسئلة بتبقى مطبوعة و given للemployees يجاوبوا عليها في الوقت اللي يحبوه، فالسؤال cannot be expanded. في الانترفيو السؤال can be expanded، يبقى انت هتحط هنا ايه questionnaire. This method the worker cannot remain anonymous في الانترفيو، في الquestionnaire they may be anonymous لان الورق بيتلخبط، في الانترفيو كل واحد كده بشكله. They cannot be anonymous، anonymous يعني unknown. طيب بقول لك ايه، ادي الاجابات اهي زي ما قلناها كويس. لو انت مذاكر بقى هتلاقي نفسك عمال تكسب درجات. طيب وبعدين ايه اللي بعده؟ complete the sentences using the most appropriate item from the list. عندي بلوج وكوكيز وايميل وفاكس، سيرش انجن، سوشيال ميديا، ويب براوزر وويكي. طيب a piece of software that allow a user to display a web page is called a web browser. ماشي، يبقى display web page يبقى web browser. A personal internal journal is called، والله دي اسمها blog، هي بس البلوج دلوقتي بقت الناس بدلها بتستخدم السوشيال نتوركينج ويب سايت، بس اعملها بلوج. ماشي، web application that allow a group of people to edit the content مع بعض يعني تبقى اسمها، كنت انا عايز اختار، انا بصراحه انا كنت بدور على ويكي. application allow group of people to edit the content، لازم اهي ادي ويكي، ما كنتش لاقيها، لازم ويكي، هي شبهها شويه سوشيال ميديا بس هي ويكي، الويكيبيديا فري انسايكلوبيديا. تعال نبص كده على المارك سكيم، ادينا احنا الحمد لله ويب براوزر وبعدين بلوج وبعدين ويكي. تمام، حلو قوي لغايه كده الامتحان حلو، ان شاء الله يوصل لغايه اخره كويس. سوزان is creating a database about cars and need to save it in the folder S نقطتين. والله انا زمان كان عندي الهارد ديسك بتعامل معاه قبل الجي يو اي، قبل ايام الكومن لاين انترفيس، كان الهارد مثلا سي نقطتين وبعدين باك سلاش جوه فولدر وباك سلاش جوه فولدر، كانت الدنيا ماشيه كده. فاس نقطتين ده تقريبا مثلا اللي هو نتورك درايف او حاجه يعني، المهم اس نقطتين اون ذا سكول نتورك، زي ما قلت لك الاس نقطتين ده
النتورك درايف بتاع المدرسة. It will be stored in the folder ICT, which is contained in the folder IGCSE. ايه اللخبطة دي بقى؟ بص يا ابني, هيبقى S نقطتين backslash وبعدين IGCSE backslash وبعدين ICT. ماشي, ما هو السؤال هيجي كده اهو, S نقطتين backslash IGCSE backslash ICT backslash. ماشي خلاص. She needs to save the file with a file name that is different from the name used by other students in the group. اللي انا قلتها لك دي الاجابه بتاعت بارت بي. هنيجي الاجابات الاسئله كلها, بس هي دلوقتي عايزه تسجل سيف الفايل. هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل داتابيز اباوت كارز, وهي اسمها سوزان. طب تسمي الفايل ايه؟ هي عايزه تسمي الفايل حاجه يبين اسمها ويبين انها داتابيز ويبين انها داتابيز اباوت كارز. طب ما تيجي نسميها سوزان داتابيز كارز, او نحط ما بينهم اندرسكور. خلي بالك بيقول لك ذا فايل نيم should not contain spaces, فيبقى سوزان لازق فيها داتابيز لازق فيها كار, او سوزان اندرسكور داتابيز اندرسكور كار, عشان يبقى ديستنجويش كده, يبقى معروف ده بتاع سوزان وده اللي فيه داتابيز وده فيه كار. هي دي الاجابه, بس الاجابه غلط, فيها غلطه. بص كاتبها لك ايه, سوزان كار داتابيز, لا لازم هنا اندرسكور ولازم هنا اندرسكور, اصل ده مش موديل انسر. المارك سكيم مش موديل انسر, المارك سكيم محطوط عشان اكزامينرز يصلحوا. فطبعا الاكزامينرز عارفين ان الفايل نيم ما ينفعش يبقى جواه سبيس, بس احنا عايزين فايل نيم يكون فيه ايه, حاجه ديسكريبتيف زي ما انت شايف. وزي ما قلنا الحاجات دي ما بتدرسش. اللي جايه دي ساعات انا وريت لكم في تشابتر 21 الفولدر جوه الفولدر جوه الفولدر, لان الفولدر هيبقى اسمه ايه, اس نقطتين باك سلاش اي جي سي اس اي باك سلاش اي سي تي. يبقى اس نقطتين ده الدرايف بتاع السكول, باك سلاش جوه فولدر اسمه اي جي سي اس اي باك سلاش جوه فولدر اسمه اي سي تي باك سلاش, هيتحط بقى جوه الفايل ده هوت. بس هو مطلوب هنا الباث فقط, اللي مطلوب هنا الباث فقط اهو. رايت داون ذا فايل باث ويتش سوزان وود يوز تو ستور ذا فايل ان ذا كوريكت فولدر. والله هي بصراحه الباث ده كنا احنا بنتعامل معاه ايام الكومن لاين انترفيس. دلوقتي ايام الجرافيكال يوزر انترفيس ما اظنش حد بيتعامل معاه. تعال اوريك اقرب شيء, تعال اوريك اقرب شيء. ادي هنا الدي, وادي هنا مثلا عبد القادر, ماشي, وادي مثلا 20 نوفمبر. بص لو دوست هنا, لو دوست هنا كده اهو يا ابني الستايل بتاع الباث اللي بيتكلم عليه. ايام زمان كان كل شغلنا كتابه كود كده وباث والكلام من ده, بس دلوقتي بقت دبل كليك وفولدر جوه فولدر والاشياء دي, اهي الدنيا اتطورت. طيب ادي احنا الحمد لله بنجيب الدرجات ايفن ذو بيجيب لنا حاجات من الزمن الماضي. طيب سوزان بلانز تو ورك اون هير داتابيز ات هوم. However, the database is very large. So her teacher has told her that it needs to be reduced in size. ماشي, ما يعمل لها compression. She will then be able to attach to the email so she can send it home. Explain why the file size would need to be reduced. طيب ماشي, ما هو الايميل, ما هو الايميل does not allow to attach very large files. فبنعمل له كومبريشن, وبصراحه بيبقى اسمها lossless compression اللي هو زيب فايل. تمام. طيب وفي مميزات ثانيه بقى, مع اول اجابه هي عايزه درجتين. اول اجابه هتقول ان الايميل سوفت وير ابلايز ا ليميت اون فايل سايز. الايميل سوفت وير ابلايز ا ليميت اون فايل سايز, تمام. يبقى ده اول ريزن.
تاني ريزن بقى، لما السايز يقل هيبقى فاستر تو ابلود وفاستر تو داونلود، وهياخد ستورج قليل على الهارد ديسك، وهياخد باند ويث قليل من الانترنت. تعال نشوف هو كاتب ايه من دول. The larger it is, the longer to transmit the email. تمام. Some email companies set a limit on attachment file size. The time to upload وdownload will increase with a large file. أو أعبر عليها بالعكس، it will decrease with a smaller file. تمام؟ طيب. أديك أنت شايف في حاجات كتير، في حاجات بتيجي مذاكرة وتسميع، وفي حاجات بتيجي فهم، وفي حاجات بقى بتيجي analysis وcompare، ما هو لازم يجيب لك حاجات كبيرة. تعالى هنا بيقول لك إيه؟ A family has purchased a wireless router. عارف بقى الواي فاي اللي عندك في البيت ده؟ To use in their home to allow their devices to be connected via Wi-Fi to form a wireless local area network WLAN. Wireless local area network WLAN. When the family purchased the web's wireless router, they were advised to change the default password. Explain why they should change the default password. طب انت مثلا جايب راوتر مثلا من فودافون، والراوتر بيجي معاه ديفولت باسورد. على فكره بتبقى معروفه، يعني ناس كتير بتبقى عارفه الديفولت بتاع فودافون، فانت لو سبته they guess with very little guessing تلاقي الناس اللي ساكنين جنب منك، ما هو الواي فاي بقى والوايرلس they spread، هتلاقي الناس اللي ساكنين جنب منك واخدين السيجنال وبايه وش بيعملوا داونلود من حسابك. طيب ماشي، ما هو اول حاجه تغير الديفولت باسورد. الديفولت باسورد دي probably commonly known. الديفولت باسورد probably commonly known. طيب يبقى انت هتكتب ايه؟ عايزين درجتين. ماشي. So that other people cannot access the router using the known default password. اهي كلام صريح. وبرده زي ما بقول ما تتوقعش ان انا هكتب في نوتس واحفظ طالب موضوع الديفولت باسورد. تمام. ايه تاني؟ As it is wireless, the WASP password could be cracked from outside easily and then used for free by others. So that people cannot take changes to access personal data. القصة ان هو لو دخل على الوايرلس نتورك بتاعتك، غير ان هو هيستخدم الانترنت، ماشي، هو كمان هي هاك واكسس يور بيرسونال داتا. لو انت عندك صور في بيتك وعامل لها شيرنج ولا ما اعرفش ايه هتتفتح. It would increase security of data. يبقى انت تغير الباسورد الديفولت باسورد to increase the security of data. كلام منطقي وبيجيب درجات. تمام. واحنا طبعا هدفنا الدرجات. Describe the process of using Wi-Fi to connect to أولاد. عارف بقى ان الواي فاي ده عليها كام درجه؟ 6 أو 4 درجات. الواي فاي ده انا بصراحه اكتر حاجه عارفها ان الواي فاي ده اكتر حاجه عارفها ان الواي فاي ده راديو ويفز. اديك انت عارف ان بدايه الواي فاي ده راديو سيجنالز، الداتا بتتحول من الواي فاي الى وايرلس وبيبقى ترانسميتد ثرو ذا اير وريسيفد ات ذا اذر درايف ديفايس. طيب لازم بقى تتكلم ان يبقى في انكريبشن. انا بحاول اجمع لك المعلومات اللي اتمنى ابص الاقيها في المارك سكيم. بيبقى فيه طبعا باسورد، الواي فاي بيبقى له باسورد، بيعمل انكريبشن علشان الداتا لما تبقى ترانسميتد محدش يقدر يعمل لها انترسبت، ولو عمل لها انترسبت ما يفهمهاش. تمام. طيب في حاجه اسمها هاند شيكينج. هاند شيكينج علشان يظبط السيجنالز مع بعضه. تعال نشوف هو كاتب ايه في المارك سكيم ونركز على الحاجات دي، لان كل شويه هو بيخش في تكنيكال ديتيلز. طب وبعدين؟ لا، ما انت لازم تذاكر امتحانات 21 عشان تخش امتحانات 22
عارف احدث التكنيكال ديتيلز اللي بيتكون عليه. يبقى ذا كمبيوتر ديفايس سينس داتا تو اتس وايرلس ادابتر، ادي خط درجه. ديت از كونفرتد انتو راديو ويفز، ادي كمان درجه. راديو ويفز ار ترانسميتد، وايرلس ادابتر ريسيف ذا راديو ويفز. لا طب ده انا كده خدت الاربع درجات. يبقى انا عندي الواي فاي، اللابتوب بيبعت للواي فاي بتاع اللابتوب، الواي فاي بيحولها الراديو ويفز، الراديو ويفز بتبقى ترانسميتد، الراديو ويفز بتبقى ريسيفد باي الوايرلس راوتر وتتحول تاني لديتا. الله طب ده انا خدت كل الدرجات. كونفرتد انتو ديتا. يبقى الكلام ده ايه؟ ده الكلام ده كده بسيط، ده يعني مجرد بتشرح. طيب في حاجه اسمها هاند شيك. كمبيوتر انيشيت هاند شيك، راوتر ريسبونس، استابليش ا سيشن. اه في حاجه اسمها بيرنج، بس البيرنج دي انا بذاكرها او بشرحها او بستخدمها اكتر مع البلوتوث. لو مع الواي فاي هيديك الضرب. ماشي زي الفل. عشان لو سالك في البلوتوث تكتب ان في بيرنج. وايرلس تشيك باس، وايرلس راوتر check the password is correct. منطقي. Data is transmitted. ما هنا كاتب لك radio waves is transmitted و data is transmitted. دي تجيب درجة وتجيب درجة، كتر خيره. User has to enter a password. ماشي علشان الكونكشن. طيب أديك أنت من معلوماتك واستخدمها، أنت شغال في الحياة معاك الواي فاي. بتقول له اديني الباسورد بتاع الواي فاي. اللي يبقى لو كتبتها تجيب درجات إن شاء الله. طيب وبعدين. Their son produces large complex diagrams on his desktop computer at home. He needs to be able to access the diagrams when he is at university. Even if reduced in file size, the diagram would be too large to send using email. يا دي النيلة. ده مقفلها عليا خالص. فاكر بقى في أول الامتحان كان بيقول لك هنعمل كومبريس ونصغر الايه الايميل الفايل علشان يبقى اتاتش للايميل. هنا بقى كومبلكس ديزاين مهما عملت له كومبريس مش هيقدر يبقى على السايز الالاود باي ايميل. طب وبعدين describe in detail how he could transfer the diagram from home desktop computer to be able to access at university without using additional hardware. بص هو بيقفلها عليه من غير ما تستخدم فلاشه. يعني ما ينفعش كمان تاخد الـ 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 الفايل على فلاش ميموري وتروح بيه الجامعه تحطه على الكمبيوتر. ما هو مش سايب لك غير حل واحد بس. Upload the file to cloud storage وداونلود الفايل at the university from the cloud drive. جوجل درايف، بس اوعى تقول كوميرشال نيمز. جوجل درايف او وان درايف او اي كلاود، بس دول الثلاثه مش هيجيبوا لك ولا درجه. ليه؟ كوميرشال نيمز. لا انت اسمه كلاود، كلاود وخلاص. هقفلها عليه. لا ينفع تبعته ايميل ولا ينفع تاخده على ديفايس، ملهاش غير كلاود. بص المارك سكيم وعليها اربع درجات، يبقى تشرح بقى بالتفصيل. كرييت ا كلاود ستورج اكونت. الحاجات دي بقى خلاص انت عايش بيها. Ensure sufficient storage in the cloud account. اصل في حاجات بتبقى for free بيبقى الليميت بتاعها صغير جدا. Log into the cloud at home. Upload transfer the diagram from home to the cloud. At university access the cloud storage account. Download the stored diagram. تمام. يبقى انت تعمل اكونت على جوجل درايف، انا اسف جوجل درايف ايه، هنروح في داهيه. على الكلاود ستورج وتعمل له ابلود من بيتك وتفتحه من الجامعه وتعمل له داونلود في الجامعه، وزود في الخطوات عشان تجيب اربع درجات او اكتر. يعني زود، مش هتعرف تجيب اكتر من اربع درجات، بس اكتب خمس خطوات او ست خطوات لاحسن حاجه فيهم ما تكونش محسوبه وتبقى انت ضامن. تمام؟ الامتحان برضو مش سهل، بس للطالب اللي مفتح بقى ومركز في موضوع الكمبيوتر ده يبقى كويس.
طيب one of the parents in the family works for a government department and sends sensitive data from their home computer to the office. The data is encrypted before being sent to ensure it is harder to understand if it is intercepted. Describe four other preventive measures that could be taken to avoid network security issues. غير الانكريبشن. يلا بقى خد عندك كل السكيورتي مليانة حاجات كتيرة. Install a firewall. ماشي؟ VPN دي انت ما درستهاش فمش لازم نتكلم فيها لان دي possible answer مش model answer. Antivirus او anti spyware. يبقى اول حاجة هتحط firewall. الانتي سباي وير ده علشان البرامج اللي سباينج اون يور كمبيوتر ما تخش او انتي فايروس لان هما الاثنين بيتعاملوا السباي وير بيتعامل معامله الفيروس. سيت اب سكيورتي سيستم ان ذا راوتر. باك اب ان كيس اوف داتا لوس. ريستريكت اكسس تو نتورك انفراستراكشر. ترين ذا فاميلي. ما احنا بندرس لك يعني ايه فيشنج وفارمنج والحاجات دي وكوكيز. لازم تدرب الناس ياخدوا security precaution. Not opening email attachment from unknown people لأن في حاجة اسمها phishing. Not downloading from unknown viruses لأن في حاجة اسمها phishing email. Use dongle to restrict use of software. البرامج البروتكتد بيبقى معها USB. البرنامج مش بيشتغل إلا لما تركب هذا الـ USB. طيب حلو قوي. Many teachers feel that monitoring student progress is an important part of the teaching and learning process. Describe how the feature of a spreadsheet can be used by a teacher to help monitor student progress. طب بقول لك ايه؟ ما تقول لي الاول كل الفيتشرز بتاعت السبريدشيت. هي ايه الفيتشرز اللي في السبريدشيت؟ اول حاجه السبريدشيت بيعمل تشارتس. طب دي تنفع في الستودنت بروجرس؟ على السبريدشيت بيعمل كالكوليشنز، بيعمل افريج. تنفع في الستودنت بروجرس. وبعدين في حاجه بقى مهمه، الكمبيوتر السبريدشيت بيعمل سورت اسندنج وديسندنج، ولو انا عملت سورت للاكزام ريزلت ديسندنج اول واحد فوق بيبقى اشطر طالب. فالسورتنج السورتنج ده ينفع في الستودنت بروجرس. ما هو اصل انا طول السنه شغال على السبريد شيت، السبريد شيت ده يعني اكسل، وعارف الفيتشرز اللي فيه. طيب اقعد انت فكر في الفيتشرز كده واحده ورا الثانيه تنفع في الستودنت بروجرس. مونيتورنج ستودنت بروجرس حطها. يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه؟ ميكينج كالكوليشن فور اكزامبل افريج، برودوسينج تشارج تو كومبير مثلا الايه؟ الستودنت بروجرس اوفر مانثز، سورت اكزام ريزلت ديسندنج او اسندنج يعني. وفي اف ذن ايلس، في حاجه جميله انا بصراحه عايز اقولها، في حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج اللي هو ايه؟ الاكزام ريزلتس مثلا اللي اقل من 50% طب ما ده يبقى فيل، هو بيعمله لي بالاحمر. فالدرجات اللي قليله قوي بيعملها لي بالاحمر، دي اسمها كونديشنال فورماتنج. أنا عاوز كام واحدة؟ أنا عاوز ستة، عايزة ستة فيتشرز. يا نهاري، هجيب الستة فيتشرز منين؟ أهي student progress can be shown over time using graphs، بس تكتبها كده. ما السبريد شيت بيعمل جراف، بس اعمل لها reflect على موضوع البروجرس. comparison between students can be shown using graph. comparison with archive data can be shown using graph. يبقى الجراف ذات نفسها تجيب لي ثلاث درجات من كتر الديتيلز اللي انت بتشرحها. conditional formatting زي ما قلت لك، الحاجات مثلا الدرجات اللي قليله قوي تقلب نفسها احمر. conditional formatting can be used to show how a student is performing.
compared to other students or past performance. Data can be sorted. قلت لك sort ascending أو descending to show the best performance in class. Calculate average mark to enable comparison. Automatic reporting results to parent. يمكن بقى تربط الريزلتس على ميل ميرج. يمكن. وفلتر. ممكن تعمل فلتر. Those who are above or below a threshold. يبقى انت مذاكر الفيتشرز بتاعت السبريد شيت وتحاول تطلع منها بقى حاجات تنفع for reporting school students progress. يبقى هو بيسألك في حاجتين. لأن السكول school system ماشي management system دي عليك في chapter 6 والفيتشرز بتاعت السبريد شيت عليك في البراكتيكال دخلهم في الاثنين ببعض وجاوب يا هندسة اللي فاهم يكسب درجات كتير. On one way of communicating with other people is to use email. It is very important that when you send and receive emails, you are aware of e-safety. هيقول لك بقى ما تبعتش email لstrangers. Never meet anyone alone. Evaluate your own use of email in terms of e-safety and describe the strategies you would need to minimize the potential safety risk. يبقى انت دلوقتي عاوز ايه؟ ايه الريسكس اللي موجوده؟ يجي لك مثلا abusive words، يجي لك bullying، cyber bullying. طيب وايه بقى الاستراتيجيز؟ never arrange to meet anyone alone، never to email ولا reply على stranger، never مثلا send a picture in the school uniform. كل الحاجات دي بقى بتاعت الايه؟ ما انا عندي ما القصه ايه؟ انا كاتب لك في النوتس how to stay safe when using social networking. كاتب لك how to stay safe when playing online games. هو جايب لك how to stay safe when sending and receiving emails. اتصرف دخلهم في بعض. مش هعرف انا اكتب لك how to stay safe كل واحده هتبقى كتيره قوي الكلام تكرار. طيب يبقى انت محتاج كام درجه؟ يا نهار 8 درجات. يبقى قول له بقى على قد ما تقدر الدينجرز السيفتي ايشوز وعلى قد ما تقدر الاستراتيجيز. I never send personal data to people I do not know. Personal data يعني مثلا your name, your email, ما ده email address. Your telephone number, your home address, location, the name of your school. Because people can use it against me as other people can access my personal detail. الحوار ده كده لوحده بثلاث درجات. Do not reply unless you know the person. Because it may be scam. Scam يعني خدعة. طيب. Use a list of known email address. Do not accidentally send to the wrong email address. Check before opening an email attachment. عشان ممكن يبقى phishing. يبقى في جواه virus يعمل لك redirect على fake website. Scan the email with attachment to avoid viruses. Never send message of myself to people I do not know. Cannot recognize me in the street. هي يعني الموضوع ايه؟ مزودينه شوية بس هو المنهج كده. ايه تاني؟ Do not reply ما عملناها. Email filter. Report. لما تلاقي حاجة كده فيك في بطن اسمه report. عشان هما بيعملوا بقى monitoring للحاجات اللي فيك ويعملوا لها فلتر من نفسهم. ساعدهم. Change password regularly. Strong password. يعني هو دخل في حته ثانيه، والله انا شايف ان الحبه الاولانيين دولت ريزنبل. هو كاتب اللي تحت ده كله ليه؟ عشان في ناس بتاخد درجات. هو كاتب الحاجات دي عشان هو بيدي للناس درجات. طب انا بصراحه تركيزي على السيفتي بريكوشنز. خلاص يبقى احنا ان شاء الله هنعرف نجيب
الايه الدرجات بالكامل باذن الله. اللي بعد somebody works for a shop that sells toys. She is setting up a relational database of the stock in the shop. She has started designing the database. She has written down the questions that are asked about each toy and needs to produce appropriate field names from them. An example of the type of data that is to be stored is shown. What is the toy? توردل. هألف لي هنا بقى فيلد نيم اللي هو توي نيم مثلا ولا حاجه من غير سبيس. توي اندرسكور نيم. هو مانيفاكتشرد. هألف لي هنا مثلا مانيفاكتشرر. وات يير هسميها هنا مانيفاكتشر يير. برايس سميها هنا برايس. كومبليت ذا ديزاين تيبل بيلو by filling an appropriate field name for each question. Each field name must be different. Field names must not include spaces. فيتحط يا underscore يا تلزق الكلمات في بعض. الدنيا سهلة. Name underscore of toy. أو سميها toy name. وده example يعني. هو حاطط لك between bracket example. لأن مش لازم ده هو الاسم اللي اتاخد. هنا مانيفاكتشرر، هنا يير، هنا باينج برايس او برايس وخلاص. هيبقى مناسب. طيب وبعدين؟ ادي درجات سهله. When she created the whole database, one of the fields was set as integer. تلاقي البرايس ده بالخطأ خليته انتجر ولا حاجه. However, as data is entered, she realized that the field could have been set to two decimal places. هي خليته integer اللي لو انتوا فاكرين كان long integer. وبعدين هي المفروض تخليه real علشان يبقى فيه decimal. Describe the steps that need to be taken to change the field from integer to decimal و two decimal places. ايه ده بقى؟ ادي برنامج اكسس اهو. ادي برنامج اكسس وادي التيبل. وبعدين مثلا يعني ده ادي هنا هوم ديزاين فيو. ادي هنا الستودنت نمبر بدل ما لونج انتجر هتخليه ريال. وبعدين الديسمال بليسز هتخليها تو. اشرح لي بقى الكلام ده يا هندسه كتابه. هنقول ايه؟ اشرح لي الكلام ده كتابه. انا وريته لك دلوقتي على سوفت وير علشان انا عندي الامكانيات، لكن في اللجنه ورقه وقلم بس. اكتب الحاجات دي. عايزين كام درجه؟ اربع درجات. طب بص بقى، اوبن ذا تيبل بتجيب درجه. جو تو ديزاين فيو بتجيب درجه. Select the field بتجيب درجة. Select the type اللي مكتوب فيها ايه؟ long integer. هتدوس بقى على الدروب داون ليست وتختار دبل. ما هو الدبل ده هو اللي فيه fraction. وبعدين تختار في الديسيمال بليسز وتكتب 2. الشاطر هيجيب الدرجة. Open the table يا اخي هتجيب لك درجة. اتعرف بقى الاجابات بتمشي ازاي عشان اديك شايف الدرجات بتيجي. طيب she created a relational database. يعني ايه relational database؟ فيها table وتيبل تاني وما بينهم relationship. but could have created a flat file database. flat file database ده من زمان ووحش. ليه؟ لان كان كل الداتا بتبقى في تيبل واحد، فبصراحه كان بتبقى الداتا تتكتب كذا مره ومكان بتبقى ملخبطه. لكن في الريليشن شيب بعمل لينك ما بين تيبل وتيبل بدل ما اكتب الداتا مرتين. Discuss advantages and disadvantages of using relational database يعني two tables ما بينهم لينك rather than flat file database يعني كل الداتا مكربسه
في فايل واحد ومعمول له دوبليكيت. طيب ايه اول ميزه؟ عشان اقول لك اول ميزه في الريليشنال داتا بيز از ذات يو دونت هاف تو تايب داتا توايس. الكلام ده فين يا شباب؟ الكلام ده في النوتس، في البراكتيكال نوتس اللي ما حدش بيرضى يفتحها. في البراكتيكال نوتس الداتا بيز كاتب لك انا ادفانتج اوف ريليشنال داتا بيز وديس ادفانتجز اوف ريليشنال داتا بيز. Data does not need to be entered second time as tables are used. زي الفل. طالع منها بقى مميزات كتير. طالع منها ان less storage. ما هو you don't have to type it twice. طالع منها ان less typing effort. You don't have to type it twice. طالع منها ان less mistakes. طالع منها انها consistent بدل ما تعمل لها update في حتة وتعمل لها this update ما تنسى تعملها update في حتة تانية. يبقى حكايه ان الداتا ما تتكتبش مرتين طالع منها بقى هتشيل الدوبليكيتس. لما يبقى ريليشنال داتا بيز هتشيل الدوبليكيتس مش هتكتبها مرتين، وده سيف التايم انترنج داتا ومور افيشن ستورج هتوفر في الاستورج وسمبلكس تو ميديفاي والكلام ده. طيب ذاكر لي لغايه هنا بس، ما تتكلمش بقى على الكومبلكس لان الكومبلكسيتي هخليها بقى الديس ادفانتجز اوف ريليشنال داتا بيز. ما هو هنا بيقول لك يو كان كرييت كومبلكس كويريز. طب ما كومبلكس كويريز صعبه، لا هو حاططها في الادفانتجز عشان انت يو كان كرييت بروفيشنال كويريز فروم ذا تو تيبلز وبيتر سكيورتي. لكن بقى الديس ادفانتج الريليشنال داتا بيز مور كومبلكس ذان افلات فايل داتا بيز. عبال بقى ما اجيب البرايمري كي والفورين كي وتعمل لهم ريليشن شيبس، اللي متدرب هيستفاد منها، اللي مش متدرب هيقول يا دي صعبه جدا. مور تايم تو سيت اب، بس هيبقى ليس تايم تو تايب ذا داتا، مور تايم تو سيت اب. needs a specialist person to set up the database. انا بدور لك في disadvantages على الحاجات الواضحه. more processing data power needed to complex for complex query. a relational database is more complex to understand than a flat file database. أو سؤال طويل عليه 6 درجات. وطبعا ممكن الطالب ما يبقاش مذاكر ومركز ما بين الريليشنال داتا بيز والفلات فايل، هو بيستخدمهم بس مش حافظ، فتلاقيها بقى في النوتس في البراكتيكال نوتس. تاورا كوليدج از سيتنج اب ا نيو ويب سايت فور اتس اولدر ستودنتس. ذا ويب سايت ويل بابليسايز ذا ايفنتس ان ذا كوليدج از ويل از ريفيجن اند سبورتنج اكتيفيتيز. The head teacher wants the website to be attractive to older students and must meet their needs. ما باين كان chapter 9 اسمه audience. اسمه audience appreciation. Before the website can be produced, the needs of the audience have to be taken into account. Analyze the needs of audience. وهو قايل لك older students meet their needs. يبقى الويبسايت بقى The contents need to be relevant to improve their knowledge. There must be a balance of information and pictures with more information than pictures لأنه هم grown up. The use of white spacing is less important. More hyperlinks to related web pages. من أول هنا بقى font must be clear and readable. ده طبيعي. The interface must be simple, clear, and intuitive, natural. Slideshows, videos, and image providing more information. افتكر ان احنا بنعمل ويب سايت. يبقى ما تسيبوش كله تكست. حط يا سيدي صور، وما تسيبش بس صور، حط فيديوز. ده ويب سايت.
كونتراست وذ ذا باك جراوند عشان يبقى ريدابل. Constantly engaging, interactive, tone of the website need to be casual. لأنه هما high school graduates. The website need to be able to work with all platforms, especially mobiles. The contents need to be kept fresh and up to date. يبقى الwebsite علشان يبقى attractive للطلب. طيب 8 درجات. الظاهر يومين دول كل سنة بيجي امتحانين سؤالين 8 درجات. طيب هنا بقى the director of the zoo is writing a document about wallabies. الحيوان ده اسمه wallaby. He has taken an image of some wallabies اللي هي دي and is planning the layout of the page include part of the image اللي هي دي. Name the editing technique. يا كل الصفحة دي اكتب هنا crop يعني من دي لدي هنكتب crop صفحة كاملة عشان كلمة crop أو cropping أو cut. طيب وبعدين the director احنا داخلين على مسألة practical work. The director will include images and information about the wallabies in the document. Each page will be set out in two columns with a line between them. ازاي بنعمل line between them؟ ازاي بنعمل two columns اساسا؟ Describe the steps taken to create the columns. فاكر بقى كنت انت بتعمل highlight؟ انت هتعمل highlight على دولت من غير الكلمة اللي فوق عشان دي ما تخشش في التو كولومز. انت هتعمل هايلايت هتقول له هايلايت ذا تكست اكسبت ذا تايتل. وبعدين اهو انا هنعمل ايه اهو بعد الهايلايت هتخش على لاي اوت وهتخش على كولومز وتختار مور كولومز وتختار تو. ودي بقى كمان اول مره تيجي ما جاتش من زمان ما جاتش قوي من زمان قوي ما جاتش في البراكتيكال اللي هي لاين ان بتوين. هتحط هنا عشان يعمل لك لاين ان بتوين ماشي اهو ادي لاين ان بتوين. طيب يبقى اتصرف بقى. ادي سؤال براكتيكال عليها 3 درجات. هتقول ايه؟ highlight the body text. اديك خدت درجة. حتى لو انت ما عرفتش تجاوب اي حاجة highlight the body text انت خدت درجة. مش هيرخدوها منك تاني. مش هيرجعوها منك تاني. select layout و columns و more columns وتختار two columns وتحط صح عند line between و save the document. طيب يبقى اهو براكتيكال وسهل. والصوره ايه دي كمان؟ Describe the steps to add the image. هتحط الماوس عند كلمه ذا وبعدين insert وبعدين picture وبراوز تجيب البيكتشر وتحطها وبعد كده ما تنساش ان انت هتعمل عليها هايلايت وتكست راب وتخليها سكوير. ما هي دي الصوره اللي معمول لها كروب. هتخليها سكوير عشان التكست يلف حواليها كده. يبقى هتكتب ايه؟ click insert select picture from file look at the image load the image right click menu click format format the image position the image click wrap text عشان تخليه سكوير و save the document. وهنا برضو كان في save the document تجيب درجة. انا طبعا مش بقول لك سيبها فاضي واكتب لي save the document بس اكتبها تساعدك. طيب ما هي اسئلة سهلة. Word processing. As the document is being written for the zoo, it needs to be confirmed to the corporate house style. Explain what is meant by corporate house style. كل شركة بيبقى لها لوجو. الكوربريت هاوس ستايل ده اللوجو بتاع الشركة بيبقى على كل الأوراق.
الفونت بتاع الشركة مستخدم في كل الأوراق، البوردرز والمارجنز والكولرز. This is for brand recognition. What is meant by corporate house style? Use to make sure that all documents and other materials from an organization have consistency. Set of rules on how all documents and written documents from an organization should be formatted. Use of branding. Same color, same font, same style of font, same margin, same white space look similar, graphs are similar, logos are same, language used, position of image. يعني زي ما انا دلوقتي كده بشوف اللون الاخضر افتكر دي شركه اتصالات، اللون الاورنج طبعا اورنج، حتى من ايام زمان كانت برضو اسمها كان لونها الاورنج، الفودافون باللون الاحمر. ده فور براندنج، وده اسمه كوربريت هاوس ستايل. بقت تيجي كتير موضوع الكوربريت هاوس ستايل. اللي بعده فاضل قد ايه بقى والامتحان ده يخلص؟ فاضل صفحتين. A student is looking for information on the internet for his school project. He has found a number of web pages that are useful. Explain the following terms when referring. يعني ايه بوك مارك؟ تعرف ان انت لما تفتح ويب سايت ممكن تدوس على النجمه دي وتعمل لها بوك مارك. ليه؟ علشان دايما تجيبه من البوك مارك، ما تضطرش تكتب اليو ار ال بتاعه. فدي بقى فيتشر في البراوزر، يو كان سيف شورت كات او سيف اليو ار ال بتاع الفيفوريت ويب سايت، او بيسموها فيفوريت ساعات. طيب اتفضل بقى سيف ذا شورت كات، البوك مارك ده سيف ذا شورت كات، دايركتس ذا براوزر تو سبيسيفيك ويب بيج، stores the title and the URL. يبقى اسم البيج واليو ار ال بتاعها. Allow the user to easily access favorite location of the web page. يبقى دي اسمها bookmark. طيب في حاجة اسمها anchor. ايه بقى موضوع الانكر ده كمان؟ ما زمان ايام الشير بوينت ديزاينر اهو، فاكر كان بيقول لي انسرت انكر، بعمل من هنا انسرت واجيب بوك مارك، هنلخبط بقى الدنيا ببعضها. ماشي، ما هو الانكر ده لما كنت بتعمل بقى انت هنا هايبر لينك وبليس ان ذس دوكيمنت وهنا بوك ماركس اللي هي كانت انكر. شوف يا اخي دخبطونا الاثنين في بعض، بس البوك مارك دي غير البوك مارك بتاعت البراوزر. طيب ما هي دي كنت تعمل عليها an anchor is a link place holder reference point to another part of the page. كنا احنا دايما بنعمل ايه؟ click here to go to the top of the web page، وتبقى انت حاطط anchor at the top of the page. ماشي، هو دلوقتي بدأ يزنقنا في الكلمات. ليه؟ يبقى ادي بوك مارك عليها درجتين، ادي انكر عليها درجتين، ادي هايبر لينك. ايه بقى الهايبر لينك؟ ما هو الانترنت كلها هايبر لينكس. يعني دي لو دوست عليها read the report it will link you to another page containing the report، ولو حبيت ابقى اعمل باك. ما هو الانترنت كلها هايبر لينكس، يبقى الهايبر لينك وورد ممكن تعمل هايبر لينك من كلمه، أو phrase ممكن تعمل هايبر لينك من phrase، أو picture ممكن تعمل هايبر لينك من picture. When the hyperlink is clicked، ما احنا بندوس عليها، ده أنت لما بتقف عليها بتعمل ماوس صباع كده. Links to another document أو website.
يبقى ده الشرح بتاع الهايبر لينك. برضو الامتحان مش ايه، مش عبيط. A student has found a website that is very useful and is planning to bookmark it. عاوز يعمل لها bookmark. Describe the steps he need to take to set up a bookmark for the website. عمرنا ما عملنا البوكمارك دي في البراكتيكال، بس يمكن انت عملتها في حياتك. يعني لو عايز تعمل بوك مارك، اول حاجه ديسبلاي ذا بيج، وبعدين كليك اون ذا بوتن بوك مارك، وبعدين جيف ات ا نيم، او ممكن يبقى ليها نيم، وكليك على سيف. امال هنكتب ايه بس؟ ادي يا سيدي، اوبن ذا ويب سايت. الويب سايت اللي عاوز تعمل له بوك مارك افتح، كليك اون ذا ادرس بار يو ار ال، ما هي النجمه دي في الادرس بار يو ار ال، ماشي. Type in the name of the web page وadd the bookmark. Type in أو change the name وadd the bookmark. وها click on the bookmark favorite icon أو الستار icon أو add to favorite أو drag the URL to the bookmarks bar. بلاش select control D دي، محدش بيحفظها. اخر صفحه بقى فيها سؤالين. Magnetic tapes قديمه جدا، دي سيريال اكسس، are used in organizations for backup of data. هي الماجنتيك تيب بتستخدم فقط للباكب اوف داتا. Describe the advantages and disadvantages بين الامتحان ده علشان 1-3 صعب شوي. Describe the advantages and disadvantages of using magnetic tapes rather than flash memory for backup. الماجنتيك تيب يا ابني ده من زمان قوي. الفلاش ميموري اسرع بكتير، ويعني ايه باك اب؟ انا عايز اعمل سبير كوبي من الداتا. طيب ايه الميزه ان انا احطه على تيب؟ ما يمكن التيب الكاباسيتي بتاعته كبيره والبرايس بتاعه رخيص، بس ابطا بكتير. وبعدين انا بصراحه اللابتوب بتاعي ما فيهوش تيب درايف، هركبه فين؟ طب بالنسبه للفلاش ميموري، الفلاش ميموري بتركب يو اس بي، يعني ريدي تو يوز. وبعدين الفلاش ميموري الكوبي بتاعها سريع، والريتريف لما تعمل ريتريف لوست داتا هيبقى سريع، بس مور اكسبنسيف بير جيجا بايت، خاصه انت في الباك اب بتحتاج كاباسيتيز عاليه. 6 درجات. ادي يا سيدي الادفانتج بتاع التيب، هو كاتب لك ادفانتج وديس ادفانتج بتاعت التيب. less expensive per gigabyte و not easily lost، اصل هو الفلاش ميموري واليو اس بي صغنن فبيضيع منك، لكن التيب عشان شكله كبير هيضيع ازاي؟ طب الديس ادفانتج بقى بتاع التيب، slower access time، slower transfer rate، affected by magnetic field، لان هو اسمه magnetic tape، ماشي. They have part many parts يبقى less robust. Read and write more noisy. Less compact حجمه ضخم. Harder to transfer to other devices. اساسا ما عنديش تيب درايف انا. Require a special reader اللي هو التيب درايف. والله كتر خيره جايب لي التيب من ايام العهد الماضي. وعليها 6 درجات. اخر سؤال بقى، باين فاريان 1-3 صعب. ستريمينج موفيز، ايوه ده انتوا بتعملوها بقى، تعالى في العهد الحديث. ستريمينج موفيز، انا دلوقتي بتفرج كل الموفيز على اليوتيوب، وانت تلاقيك بتتفرج على كل الموفيز على نتفليكس. ما حدش عاد بيعمل داونلود دلوقتي، هنعمل داونلود لايه؟ الانترنت سريع وبتكفي. بتفرج على اللي انا عاوزه ستريمينج، والمزيكا كمان ستريمينج. To replace download، أيام زمان بقى كنا بنعمل داونلود علشان كانت الإنترنت بطيئة، فكنا بنعمل داونلود ونعمله copy to each other، بس دلوقتي خلاص وسعت. Or purchasing a copy of the file، ما عادش حد بيشتري أفلام ولا حتى السينمات، ما هو الناس كان قبل السينما الفيلم ما ينزل السينما بيتسرب على الإنترنت، فقال لك طب وليه؟ إحنا نعمل نتفليكس وباشتراك، والسينمات خلاص
مع الكوفيد والمعرفش ايه، اهي الدنيا اتغيرت. هو بس السينما عشان السوشياليزنج والايفنتس والكلام من ده. Describe advantage and disadvantage of streaming rather than using other methods. يبقى اتفضل بقى، ايه ميزة الستريمينج؟ تتفرج على اللي انت عاوزه، بنسميه فيديو اون ديماند، والبلاي باك بيشتغل على طول، مش بتستنى لما يبقى كله داونلودد. وسيف الاستورج، ما هو الموبايلات برضو الاستورج بتاعتها مش كبيرة، بس عيبها ايه؟ الانترنت بقى لو قطعت، لو الانترنت بطيئة، لو مفيش انترنت خالص. طيب اتفضل بقى اكتب لي advantages. File can be large, therefore save physical storage. لما اتفرج على streaming وهو حجمه كبير يبقى هيوفر لي بقى. More likely to get the music you need. على طول search. More likely to get up to date music. مش انا مسيفهم وبسمع لهم على طول. Can be accessed in more places as only need the internet. Don't need physical space. الموبايل بتاعك بقى ما فيهوش كاباسيتي عالي. Can be viewed on mobile without. Can be viewed on mobile devices with internet connection. Copyright owners have more control. بيحط لك اعلانات بقى. ما اليوتيوب بيفرجك ببلاش ليه؟ بيحط لك اعلانات. وما بيخليكش تعمل داونلود عشان تتفرج على الاعلانات. عاوز تعمل داونلود يبقى باشتراك، يبقى تدفع فلوس ليوتيوب يشيل لك الاعلانات وتخليك تتفرج ببلاش. تتفرج من غير اعلانات وتعمل داونلود، بس هتدفع. يا متى تدفع من وقتك بقى وتتفرج على الاعلانات. طيب ايه عيوب الاستريمنج؟ نيد كونكشن تو ذا انترنت. لو مفيش انترنت مفيش استريمنج. Never own physical copy. مش هيبقى معاك نسخة. The playback depend on the internet connection. لو الانترنت بتاعك بطيء هتلاقي الفيديو بيقطع. Therefore may not be as good quality. The subscription may be needed to be paid. Therefore more expensive. لو بتتفرج بقى على نتفليكس يبقى payment need to be paid. وادي كده الحمد لله الامتحان. برضو الامتحان مش سهل ومش عبيط. ديفينتلي الامتحان ما هوش تريفيال، بس بالتركيز كده والهدوء، وزي ما انت شايف حاجات كتير بتيجي من بره، فبالهدوء كده والتركيز وخط حلو بقى وايه واهتمام ان شاء الله تعمل كويس، بالاضافه ان انت الحمد لله عامل كويس جدا في البراكتيك. بالتوفيق باذن الله.